شارك رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على منصة إكس التي يملكها مقطع فيديو لأول شخص يستخدم شريحة في الدماغ للتحكم في مؤشر الكمبيوتر ولعب ألعاب الفيديو فقط عن طريق التفكير. ويظهر في المقطع الشاب نولاند أربو البالغ من العمر 29 عاماً والمصاب بشلل نصفي في مقطع الفيديو وهو يستخدم عقله فقط للعب لعبة الشطرنج. يقول أربو في المقطع وهو جالس على كرسيه المتحرك: هل ترى هذا المؤشر على الشاشة؟ هذا كل ما عندي، إنها كلها قوة عقلية. وقال كذلك إنه تعرض لحادث غوص غريب قبل 8 سنوات مما أدى إلى إصابته بالشلل من الكتفين إلى الأسفل. وأعاد ماسك مشاركة الفيديو وعلق عليه قائلاً: عرض تخاطري، إليكم التحكم في الكمبيوتر ولعب ألعاب الفيديو فقط عن طريق التفكير. يأتي عرض هذا المقطع قبل شهر من إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية من شركته، وقد تعافى تماماً على ما يبدو، وبات قادراً على التحكم في فأر الكمبيوتر من خلال التفكير. إذ قال مؤسس شركة نيورالينك خلال فعالية مباشرة على منصة إكس إن التقدم جيد، ويبدو أن المريض تعافى بالكامل مع تأثيرات عصبية نحن على دراية بها، ويستطيع المريض تحريك فأرة في أنحاء الشاشة فقط بمجرد التفكير. وتسعى نيورالينك حالياً إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من ضغطات زر الفأرة من المريض. ولم ترد الشركة على طلب من وكالة رويترز للتعليق على هذا الموضوع. ونجحت الشركة في زرع أول شريحة في دماغ إنسان الشهر الماضي بعد الحصول على الموافقة على إجراء تجارب بشرية في سبتمبر الماضي. ولدى إيلون ماسك تطلعات جمة بخصوص شرم نيورالينك، فقد قال إن الشركة ستسهل الجراحات السريعة لغرس الشرائح لعلاج حالات منها السمنة المفرطة والتوحد والاكتئاب والانفصام. ولكن تعددت المطالبات بالتدقيق في مدى اتباع بروتوكولات السلامة من جانب شركة نيورالينك، والتي قدرت قيمتها ب5 مليارات دولار العام الماضي. وتم قبل شهر تغريم الشركة لانتهاك قواعد وزارة النقل الأمريكية المتعلقة بنقل مواد خطرة، وقدرت قيمة الشركة بنحو 5 مليارات دولار في يونيو الماضي.